عبر الهاتف دكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية. دكتور أحمد، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. بنتكلم عن مردود كبير جدا اقتصادي واستثماري سيعود على مصر من العاصمة الإدارية بكل المشروعات اللي موجودة فيها. احنا كل يوم تقريبا بنشوف منجز جديد في العاصمة الإدارية. في الجولة اليوم يمكن تابعنا، طبعا الرئيس بيتابع بنفسه، وتابعنا كمان المراحل التنفيذية في هذا المشروع. مردود هذا المشروع الاقتصادي والتجاري يا دكتور في رأيك؟ والله يا فندم بسم الله الرحمن الرحيم، هو المشروع ده من البدايه كده الارض دي كانت رمله صفراء وكانت صحراء ولم يكن لها اي قيمه اقتصاديه او اي عائد اقتصادي، ولكن كلنا كان عندنا حلم كمصريين ان احنا ننتشر في صحاري وفي ربوع مصر. فعلى هذا الاساس الدوله تبنت خطه قوميه منها انشاء 21 مدينه تكنولوجيه جديده، وعلى راس هذه المدن الجديده كانت العاصمه الاداريه. فالدولة من بداية تدشينها للمشروع ده في المنطقة دي نجحت ان هي تحول الرملة الصفراء اللي بدون اي قيمة، مجرد ما الدولة اعلنت عن المشروع وعن خطته، ان اصبحت النهاردة شركة العاصمة الادارية قادرة تبيع المتر باعلى قيمة تسويقية، وده سمح للدولة انها تقدر تعمل بنية تحتية موجودة في العاصمة الادارية دي، وانها تعمل منشآت على احدث تكنولوجيا، وده كله بدون اي مورد مالي من الدوله. يعني اللي لازم الساده المشاهدين يكونوا عارفينه ان العاصمه الاداريه دي كلها اتعملت من ثمن بيع الاراضي اللي الدوله خصصتها للمطورين العقاريين. صحيح، دي كانت جزئيه مهمه الحقيقه، يعني تم التركيز عليها في اكثر من مناسبه، وكان حتى ده بيبرز يمكن الدور المهم اللي بيتم في هذا القطاع. هي انا كان عندي يعني للاسف احنا كنا بنعاني من مشكله العشوائيه في كل المدن القديمه، فالدوله عشان تحسن الخدمات اللي بتقدمها للمواطن كان عندها خطوط متوازيه ماشيه عليها. اولا الحيز العمراني القديم، ازاي الدوله تطور منه وتطور من بنيته التحتيه وتزود في شبكه الصرف والميه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، ولكن الحلول الجذريه كانت بتقول ان احنا لازم نتوسع في الصحراء. لازم نعمل مدن جديده عشان نقدر نستوعب الكثافات السكانيه دي فيها. وفي الحقيقه العاصمه الاداريه في من تاريخ افتتاحها لمده 5 سنين هتستوعب كثافه سكانيه حوالي 5 مليون مواطن. فده هيخف العبء الكبير اللي موجود على القاهره. من زاويه ثانيه لو احنا بنتكلم على الاستثمار وعلى الاقتصاد. صحيح. المستثمر المحلي او الاجنبي هيبقى بينهي اجراءات ترخيص النشاط بتاعته من خلال العاصمه الاداريه وفق احدث تكنولوجيا. يعني ايه وفق احدث تكنولوجيا؟ انا النهارده بروح كتير في الاماكن الحكوميه يقول لي الشبكه واقعه، السيستم واقع، شبكه الانترنت معطله، ودي كلها مشاكل كانت راجعه للحيز العمراني القديم، شبكات البنيه التحتيه فيه متهالكه، خطوط الانترنت ضعيفه، لكن احنا النهارده عاملين عاصمه اداريه فيها بنيه تحتيه على اعلى واحدث التكنولوجيا، هتقدر تتلقى فيها كل مستوى الخدمات اللي محتاجه. في نفس الوقت طريقه البناء نفسها طريقه صديقه للبيئه، يعني لاول مره مصر بتدخل في المشروعات الخضراء وبتتوسع فيها بهذا القدر. انها كلها مشروعات صديقه للبيئه، فلو انا مصري كنت عايش بالخارج او انا مستثمر اجنبي ما زرتش مصر وجيت بعد كده عايز ازور مصر، انا هلاقي وجه جديد لمصر. يعني صحيح. انا هنزل في مطار جديد، هدخل الاقي ابنيه حكوميه جديده، هلاقي طرق واسعه، مش هلاقي فيه تكدسات سكانيه، مش هلاقي فيه تكدسات ولا ازدحام مروري، هلاقي فيه وجه حديث لمصر. اضف الى ذلك ان انا بقى في ربط للعاصمه الاداريه دي بخط مترو الانفاق، هيوصلني لمشروع جبل الجلاله. طيب. ويوصلني لمشروعات محور تنميه قناه السويس. خلاصة الأمر إن أنا لو عندي استثمار في مصر أو مشروع اقتصادي في محور تنمية قناة السويس اللي هو قطرة التنمية بتاعتنا، أبقى بتنقل العاصمة الإدارية بسهولة، هشوف وجه جديد لمصر. صحيح، وهو ده يمكن صحيح اللي بيحتاجه المستثمر سواء كان أجنبي أو محلي. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية.